علاقتك بالجمهور كويسه؟ الحمد لله. وانت ماشي في الشارع دلوقتي الناس فاكره فوزي سكوتي؟ بعد الناس القديمه طبعا بتشوفنا بتاع. طب فاكره لك ايه؟ لا الاهداف بتاعتنا. الاهداف بتاعت ايه الهدف اللي هم على طول بيفكروا هو ماتش الاتحاد كان. اتحاد اسكندريه. هو ده اللي طب تعالى خدنا بيه الدوري ده كمان. طب تعالى نشوف الجمهور هيقول عليك ايه. كابتن فوزي سكوتي، لواء فوزي سكوتي، كان من جيل العظماء، وعلى فكره برضو احنا في برنامج المجري، فهو يعتبر خليفه كابتن مصطفى عبده، لان هو كان مشهور بالسرعه على الجناب وكان مشهور بالكروسات الكويسه. طبعا كابتن فوزي كان موجود في جيل من احسن الاجيال ومن اقوى الاجيال، ورغم كده كان ليه دوره وكان دوره مؤثر جدا. انا حتى حضرتك بفتكر كان مره كنا بنلعب الاتحاد في اسكندريه، وكان كابتن خطيب كان هو اللي بيبتدي الماتش، وكان نتيجة 0-0. جه بعد كده راح عمل تغيير، راح طلعوا كابتن خطيب ونزل كابتن فوزي، نزل جاب جونين وخلص. كان انت عارف بقى ايامي الاتحاد بقى كان اتحاد يعني. كابتن فوزي طبعا من الناس المحترمه والناس الخلوقه، يكفي ان هو كان يعني راجل بيأدي واجبه كلاعب كوره، وكان في خدمه الوطن برضه في الشرطه يعني. من جيل الناس العمالقه اللي سطروا بمجهودهم تاريخ عظيم للنادي الاهلي. كان فيرود طبعا سريع، وكان لعبه طبعا فيه حرفنه كبيره، ومن جيل الكابتن محمود الخطيب طبعا، وكان يمتاز بالخلق طبعا. والجيل ده طبعا يعني من الاجيال ما تعوضش يعني في النادي الاهلي طبعا. ما شاء الله كان حاجه جميله جدا، وكان لعيب جدا، وكان سريع جدا، فيعني بصراحه لعيبه زمان كانوا مميزين جدا يعني.